السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكون دوزتوا الصيف ديالكم بصحة جيدة ان شاء الله، كلشي فرحانين. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشليضة. كما كتشوفوها شليضة منعشة وزوينة وصحية لوليداتنا ولينا، غادي نشاركها معكم. كنتمنى لي اول مره تشوف القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي، والله يجزيكم بخير. ما تنساوش لي اللايك، اللايك البنات، الله يعطيكم صحتكم يا ربي ويعطيكم ما نويتو في خواطركم، وبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. وكنقول لكم تاني مره اخرى شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي، كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف بزاف. ودابا غادي ندوزو نشوفو هاد الشليضة كيفاش غنحضروها، وخليكم مع الفيديو. يلا نبداو. بسم الله على بركة الله. هنايا البنات الخضرة، الشليضة هادي ديال الخضرة مصوطية كتجي رائعة، يعني مخلطة فيها الفاكهة، فيها كلشي. المهم انتوما هنايا عندي الرز مسلوق، هادو الرز بسمتي، وعندي الكورجيت هنا مصوطية، وداك البصله اللي حداها راه مصوطيه، بصله مصوطيه، والفلفل مصوطين، فلافل مخلطين مصوطياهم. وهنا الخيزو والبطاطا حلوه مصوطي المسلوقين، اللوبيا، البطاطا العاديه، عندي مطيشه، عندي الخس اللي غسلاهم من الشفاه، وهاد البصله اللي صوطيتها هنا راه غادي نصوطي بها تاني البطاطا البنات. وعندي شويه القرقاع، الخيار، الافوكا، صافي هادشي اللي عندي. ودابا غادي ندوزو للطريقه. غادي نمشي نصوطي البطاطا ديالي بشويه زيت العود وشويه الكمون وشويه الملحه، وهاد البصله البنات اللي مصوطيه كتجي واعره مع البصل مع البطاطا البنات. غادي نصوطي البطاطا العاديه وبطاطا الحلوه، ونصوطي خيزو حتى هو في شويه ديال الربيع، شويه الثومه، والبطاطا البنات حتى هي كنديروا فيها شويه الثومه، كنحك فيها شويه الثومه. هنا كنحتاج الرز، الرز اللي انايا عطيتكم سلقتو، غادي الرز هنا بسمتي، وكنزيد فيه واحد شويه ديال الفرماج الاحمر مقطع كاروات صغيورين، وغادي نزيد فيه شويه القزبر ومعدنوس، وغادي نزيد فيه الطون، غادي نزيد فيه الطون، شويه القزبر ومعدنوس، شويه الفرماج كما قلت لكم. كاين لكم تعوضوا لهذا الفرماج بالفرماج الكيري ولا المربع، المهم اللي كان الفرماج اللي عندكم كاين لكم تعوضوا ديروا فيه، ماشي ضروري ديروا الفرماج الاحمر. صافي هنا درت الربيع، القزبر، معدنوس، شويه الطون، ودرت واحد المعلقه ديال الزيت البلديه. وهنايا غادي ندير يما ديروا هنا درت شويه البزار في هذا الرز، والملحه على حسب الذوق، يعني ديروا شويه وذوقوا وتقدوا الذوق ديال الملحه ديالكم. المهم كما كنقول لكم دائما على حسب الذوق ديال كل واحد او الوحده الملحه، ما كتبقاش نقول لكم ديروا معلقه ولا ديروا نص معلقه. صافي كنخلط كل شيء هنايا، درت كما قلت لكم شويه المعلقه، شويه زيت العود، الطون، الفرماج الحمراء، شويه الابزار والملحه. صافي كنخلط كل شيء، ودرت شويه زيت العود قلتها وعاودت تواقيل. المهم كندير هاد الزلافه، الخس راني كما قلت لكم غسلته ونشفته، وكنفرشه هكا في الطبيسيل. والمهم غنشارك معكم الشليضه وصافي، ما راه كلشي تبارك الله كيعرف الشليضات وكيعرف. المهم بغيت نشاركها معكم. هنايا كنبدا نسد في الخضره ديالي بالطريقه اللي غادي تجيني تعطيني الوان في الوان في الطبسيل ديالي، في الطبق ديالي. واللوبيا البنات حتى هي راني مصوطيها بشويه الثومه محكوكه، وشويه القزبر ومعدنوس، وشويه شويه الكمون، وشويه الملحه. هادشي اللي صوتيت فيه سميتها اللوبيا بحالها بحال خيزو، غير خيزو ما كثرتش فيه الربيع باش يجي باش يعطينا داك المنيضر ديال اللون ديالو باش ما يتبدلش. سميتو الخيار قطعته كروات صغار حتى هو. صافي وبدا كنسد في الخضيره ديالي، وداك الكريكاعات قطعتهم رقاق باش نرش بهم من الفوق. هادي الشلاضه ديال الخضره مصوطيه البنات، الخضره مصوطيه كتجي رائعه البنات وكتجي زوينه. صافي كنبقى نسد في الخضره ديالي بالطريقه اللي غتعطيني الالوان، ديما نجيب اللون حدا اللون اللي غيعطيني المنظر ويعطيني المنظر ديال العين، يعني العين كتاكل قبل من الكرش، يعني حاجه تكون مرتبه وتجي زوينه وتعطي للعين، يعني نشوفوا الحاجه باش تعجبنا باش ناكلوها.
صافي البطاطا كندير بطاطا حلوه قدامها بطاطا واحده اخرى، وكندير الاخرى البطاطا العاديه حتى هي قدامها، يعني كندير الحاجه من هاد الجهه ونديرها من هاد الجهه باش اللي برك من هاد الجهه ياكل واللي برك من هاد الجهه ياكل. كندير داك الكورجيت اللي مصوطيها كما قلت لكم، صوطيتها في شويه زيت البلديه، شويه الملحه، شويه الابزار، فقط هادشي اللي درت ليها. فاش صوطيتها كنبقى نصوطيوها كنقصو عليها البطاطا، كتصوط علينا بحال هكا وكتجي رائعه وش كتجي زوينه البنات. الفلافل حتى هما صوطيتهم بنفس الطريقه، شويه الملح، شويه الابزار، شويه الزيت، وكنبقى نخليهم كيطيبوا كنقصو عليهم. صافي كندير الرز ديالي في الزلافه هكا، كنحطو الوسط وكندور عليه داك الخضيره بالطريقه اللي غتعطيني المنظر كما قلت لكم. وكان في الاخر كنرشو شويه ديال في الاخر كنرشو شويه القرقاع، هذاك القريقيعات قطعتهم مرقه وكنرشوهم من الفوق، وكنديروا مطيشه سوريز ولا مطيشه عاديه، المهم الا كانت مطيشه عاديه كنقطعوها مع شويه البصيله وكنديروا لها بلايص حتى هي كنديروها. كانت مطيشه سوريز بحال هكا بغيتو ديروا غير هذه الطريقه، هذه كتقطعوها هكا على النص ولا كتحطوها غير هكا، الا كانت صغيره كتحطوها هكا، الا كانت كبيره شي شويه كتقسموها هكا على جوج. صافي انا حاولت نزوق بها، وهادشي اللي كاين البنات. وشويه الطن اللي بقى ليا كنرشوه كنديرو شويه في الرز وكنخليه شويه باش نرشو به من الفوق. صافي بعد ما قديت الشلاضه ديالي كلها، وبطبيعه الحال كنرافقها بلاصوص ديال الشلاضه اللي المفضله عندي اللي ديما كنحضرها معكم في الشلايض اللي قبل من هذه. لاصوص ديالها قزبور ومعدنوس ومعلقه ديال لاموطارد والزيت البلديه البنات. ضروري هاد الشلاضه ضروري تكون فيها الزيت البلديه بالزيت، الزيت البلديه، شويه الابزار، شويه الكمون، وواحد معلقه ديال العسل. اللي بغيتو تضيفوا معلقه العسل، ما بغيتوش بلاش. هنايا هاد الشلاضه رافقنا هاد الكفته هكايا مشويه في المقله، هادشي اللي كاين البنات. ورافقنا هاد بالزعلوك، بالدجاج مشوي، المهم الزعلوك راه كلشي كيعرف الزعلوك. وصافي هذا هو الغداء، صافي هذا هو الغداء ديالنا ديال هذا النهار. او خفيف ظريف وصحي، وشي حاجه صحيه لينا ولا لوليداتكم، بحال هكا ياكلوا بها الخضر، بحال هكا راه كياكلوا الخضر بحال هذه الطريقه احسن. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تشجعوني بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم واللايك البنات، كتنساو ليا اللايك، الله يعطيكم الخير. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة، وبسلامة عليكم.